دعوة حلوة ياسر فيها وعليها شرعا، ولكن حلوة. يقول فيها: ها يا عالما بحالي اغنني عن سؤالي، انت راني ما نعرفش ندعي انا، اما انت تعرف حالتي شنو، ففضلي اموري، انت عالم بحالي اغنني عن سؤالي راني ما نعرفش ندعي. هي فيها وعليها، لكن اخذت علاش فيها وعليها؟ لانه نحن مطالبين ندعيه، في الدعاء هو العبادة، والدعاء هو مخ العبادة. ذاك علاش أنا نحب نختم دقيقتين هذوما مع بعضنا، نحي اللي في ديك، نحي الكوموند اللي في ديك، ركز معايا شوية دقيقتين. فماش ما ربي يتقبلنا في الدقائق المعدودة هذه، اللهم إني داع فأمنه. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا من خضعت لعظمته الرقاب، ويا من ذلت لجبروته الصعاب، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، واسعدنا بتقواك، واجمعنا مع نبيك وحبيبك ومصطفاك. اللهم اعط لكل واحد من المشاهدين والمتابعين من الخير ما نوى، اللهم من الخير ما نوى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا، وذهاب أحزاننا، وشفاء لمرضانا. اللهم اشف جميع مرضانا، وعاف جميع مبتلانا، وارحم جميع موتانا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم، فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. يا رب يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم، لا نبتغي به إلا وجه الله. اللهم اجعله في ميزان حسناتي وحسنات الجماعة اللي معايا في استوديو، وفي ميزان حسنات المشاهدين والمتابعين كل، يا رب العالمين. اللهم غير حالنا إلى أفضل الأحوال يا ربي، إن شاء الله زينة والحال زين، وغدوة إن شاء الله بإذن الله تعالى تونس تزهى، و حنبعل حنبعل قناة حنبعل تزهينا، وحنبعل يمركي، والدنيا الكل حنبعل ديما في العلالي بإذن الله. زينة والحال زين بإذن الله رب العالمين. ما بقى لي كمش قلكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.